بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل اينما كنتم مرحبا اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مباشره من سانت بيترسبرغ ستاديوم. مباراه تبدا بالهتافات والتشجيعات وستنتهي بالدموع من دون شك، سواء دموع النيجيريين على ادائهم وخروجهم ربما او دموع الارجنتينيين الذين ستتهاطل بكثره بما في ذلك على ميسي وعلى ديغو مارادونا لو خسر اليوم منتخب الارجنتين. بدانا المباريات الاقصائيه قبل الموعد، المباراة الثالثة في هذه المجموعة، نيجيريا في مواجهة الأرجنتين من أجل أن تكون أو لا تكون، من أجل أن تستمر أو تعود، من أجل أن تواصل هذا المونديال أو تخرج متأطئ الرأس، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمنتخب نيجيريا بمنتخب الأرجنتين. نيجيريا اليوم بأوزو في حراسة المرمى، التروست إيكونغ رفقة بالوغون وأوميرو في وسط الدفاع، برايان إيدو على الجهة اليسرى، فيكتور موزيس سيكون على الجهة اليمنى، انديدي رفقة ايتيبو وجون بي ميكيل ورفقة ووسط وثنائي الخط الامامي اينياتشو وكذلك احمد موسى. ماركوس روخو يفضل الكرة البعيدة، وين يا تمندي وين؟ حتى الارجنتين ها راح دخل ايتيبو وصل ايتيبو 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 بابا بابا خطيرة على الجهة اليمنى، راح ليو راح ليو مر ليو مازال اوه على الجهة اليسرى، كرة خطيرة بابا 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 لقطة بلقطة، كرة بكرة، فرصة بفرصة، والتوغل من تاغليافيكو مدافع نادي اجاكس، توغل بانيجا حطها له على طبق راوغ وسدد كرة عالية بعيدة على مرمى فرانسيس اوزو مرة ثانية. ما زالت نيجيريا من هنالك محاولة التوغل والتسديدة بعيدة من احمد موسى، مرت سلامات على فرانكو ارماني. يا فرانكو يا ارماني لم ميسي دخل ميسي حياة برونو بيريز على جهة اليمنى ميركادو والدفاع وميركادو غفير وتنقص بانياتشو انياتشو 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 اتجاه بانيجا بانيجا راح ميسي جول سواك منقذ لمنتخب الارجنتين، الارجنتين من دونك ولا شيء. ديغو ارماندو مارادونا يفرح لميسي، نعم استلمها بصدره وحطها ودخل، الارجنتين تفتح مجال التسجيل عن طريق ليو. يا سلام، في الدقيقة 14 يفعلها الارجنتين ويفعلها ليو، ميسي يسجل هدفه 65. الحارس فرانسيس اوزو اندي ماريا ردتها بقدر ما هو في استعمالها. الينياتشو والدفاع جاء مجددا من هناك ناحية ليو، التمرير بابا 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 خطيرة، ليو هداف وليو ممرر، وكاد غونزالو ايغواين يسجل هدف ثاني قاتل. يا لها من تمريرة يا ليو في منتهى الروعة في اتجاه ايغواين، ضيعت ايتيبو في الاسترجاع، راحوا النيجيري اي 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 بعيد الكرة هذه من ايتيبو في هذه المباراة. بانيجا الكرة بعيدة، دي ماريا راح دخل، دي ماريا مازال دي ماريا دي ماريا بابا 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 با البطاقة الحمراء لا صفراء، البطاقة الصفراء رقم 120 في هذا المونديال لليون بالوغون. كنت اعتقد بان تشاكر اراد ان يحتسب ليو، ليو يستعيد، ليو يتقدم، ليو يسجل بابا 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 القائم، ليو كاد يسجل الثاني القائم الايسر ليوزو. ليو بميكال يرسلها بعيدة وعالية للامام لبالوغون، كرة بالراس بابا 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 خطيرة، دي ماريا ولا يا دي ماريا انياتشو احمد، الكرة بعيدة يا انياتشو بعيدة 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 لاحمد موسى، قللت من الاخطاء اما استعمالها ربما فيه الخلل لانه موسى دخل احمد احمد موسى خطيرة والدفاع اولالا وما زال اللعبة بابا بابا صعبة. بسم الله مجددا كما كان متوقع يحدث اولي ليلعب في ديبورتيفو لا كوروني اليوم فيكتور موزيس من هنالك تفوق هذا التماس بيده في شكل ركنيه بعيده لم تكن بعيده تماما يسر نيجيريا الكره بعيده للامام بالوغون ولا الدفع ولا اندفاع الكره مرفوعه عبر القائم الاول والدفاع دوب ضربه جزاء حكم المباراه يعلنها ضربه جزاء للارجنتين هاو الكره وهاي
الموازين. يقول لهم الحكم تشاكيرو كي احتجيتوا خلوني نسأل مجددا التقنية الفار. العيب ليس فيها ولكن في مثل هكذا تصرفات يا سيد الحكم. العيب ليس في التقنية لأنها قللت من الأخطاء، ولكن العيب هي في سوء استعمالها وفي كيفية استعمالها من قلب. ضربة الجزاء 21، بابا بابا جول بالبراءة والروعة والدقة اللازمتين، فيكتور موزيس فعلها وعدل النتيجة لنيجيريا أمام الأرجنتين. نيجيريا صارت بأربع نقاط الآن والأرجنتين بنقطة واحدة وإيسلندا بواحدة. انقلبت الموازين، فعلها فيكتور موزيس. قد تكون هذه الرمية وهذه الضربة وهذا الجول هو المنقلب. تنقلب الأمور بعدها رأسا على عقب عن طريق اللاعب يقول بابا 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 أبناء شعلة المباراة منذ بدايتها. فيكتور موزيس في تنفيذ التماس يرسلها بعيدة، التغطية تلقى من دي ماريا، من هنالك تدخل دي ماريا، بابا 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 الحكم يقول لك هذا ميسي. الركنية من إيتيبو والتغطية دفاعية. سجل هدف كل 12 فيكتور موزيس في 37 مباراة. سدخل موسى، مازال موسى دخل، التوزيع من أحمد موسى والدفاع فلمنتخب نيجيريا. 10 دقائق لعبنا، الكرة مرفوعة بعيدة عالية للأمام، الخطر لور بالراس، بانيجا من هنالك مع دي ماريا، بانيجا التوزيعة خطيرة. أولولا ميسي يبحث عن واحد من الرؤوس يرفعها في القائمة الأول قصيرة. الكرة هذه مازال أحمد، بابا 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 غابير ماتشيرانو، عرضية مرة ثانية، تنظيمهم الدفاعي ولا أروع نيجيريا. تنظيمهم يرجع للخلف لجوبي ميكيل، يا بافون أنقل دي ماريا خلف المهاجمين المدافعين، الكرة خطيرة. وين الثالث؟ رجعت للخلف ينخل دي ماريا، يطلبها ليه يا دي ماريا، راح بافون، راح بافون، راح بافون، بافون يطلبها دي ماريا. نيجيريا تدخل قوي وبطاقة صفراء لإيفر بانيك. بافون يحاول يمر، بافون بافون ميركادو، بافون وميركادو، بافون 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 بانيجا، بانيجا يبحث عن دي ماريا، راح من هنالك على الجهة اليسرى يا دي ماريا. لو أنا نخرجك، لو أنا نخرجك يا أنخل يا دي ماريا. 20 دقيقة لعب، نيجيريا هدف، الأرجنتين هدف، نيجيريا في الدور الثاني والأرجنتين كذلك. لازم تتوقف، لازم تتوقف يا غابير يا ماتشيرانو. سلل الكرة خطيرة لنيجيريا، بافون دخل، بافون بافون الكرة دخل، إيغوين مازال، إيغوين لا كرة تمر ولا كرة تمر. ماتشيرانو مازال عنده الكرة، يرجع لبافون مجددا لندخل الآن. بافون يبحث عن إيغوين، ماسي ميليانو، ميتسا، والطلقة خطيرة والدفاع، يلعب أرضية خطيرة، بابا 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 التسديدة، بابا 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 ويلفريد مديدي كاد يسجل جول ثاني لنيجيريا. أحمد موسى استلم، جوبي ميكال خلاها، الحقها في مديدي يفعل ما يريد كيف ما يريد ومتى يريد بالكرة. طبعا في كرة القدم أتحدث عن أحمد موسى. ميركادو، ميركادو، بابا بابا جول، الأرجنتين من تحت الأنقاض تصحو وتسجل جول، الأرجنتين من تحت الأنقاض تعود وتسجل جول، الأرجنتين بسبع أنفاس. ميتزا 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 وليس ميسي، ميسي ميسي يا ديغو، ستموت يا ميديغو لو تستمر بهذا الشكل. ميتزا فعلها بالنيجيريين في الأربع دقائق الأخيرة ويبعث المونديال مجددا.